السلام عليكم متابعيني. اليوم معاي علي من الهلال الأحمر القطري. وعلي أنت ماسك كاميرا المنصورة، أولاً يا هلا مرحبا فيك، منور سنابي اليوم، يعطيك العافية والله يزيكم خير على العمل اللي تقومون فيه. الله يعطيك العافية. عندك ميرة المنصورة والمنتزة وميرة روبوت دسمون ما شاء الله. طبعا هاي ما شاء الله هذه دائرة قوية جدا، فيها زحمة كبيرة من الناس. فيها زحمة لأنه في نص الدوحة. إيه ما شاء الله. شلون تتصرفون ويا الناس اللي يدخلون الميرة أو إيش أنتوا عملكم وسط المجمعات؟ نعم. أكثر شيء مثلاً عن القفازات أول فترة التباعد، بعدين قالوا لنا برنامج احتراز. جبنا نوعي الناس على حسب انه يكون عندهم فكره. في ناس ما عندها فكره، في عالم يحسبون انه هل جاونا ناس وايد جايين فيزا زياره يبون يطوعون، قال لهم لا بس المقيمين قطريين والمقيمين في الدوله لازم يكون عنده اقامه في قطر. الحمد لله والله هذه نقطه حلوه اللي انا اسمعها، ان حتى الناس اللي جايين زياره من حبهم حق هذه الارض وايد نسبه كبيره وجود الخير في قلب الناس بعد، حتى لو هو جاي فترة قصيرة وجاي زيارة ولقى نفسه في نفس الوضع اللي احنا فيه حاليا، بعد حاب انه هو يساعد ويقدم الخدمة والخير. يعني عشان نتعامل معهم، في ناس من التعامل يقول لك انا دي اكون معاكم، شلون الاجراءات شو اسوي، ابي اطوع معاكم. الحمد لله يعني في وايد عندنا الحمد لله، كل مرة ونزيد ما شاء الله. ما شاء الله هاي بعد نقطة أنت أثرت إنه فعلا التعامل بين الناس، يعني لو كنت أنا مسلم أو لو كنت أنا من أهل هذه البلد تعاملت مع الثاني. عندنا بعد في الدائرة الحمد لله يعني عندنا متطوعين، عندنا قطريين الحمد لله في البلد، عندنا من الهند من الفلبين من النيبال من سريلانكا، لأن هني جاليات وايد. نعم. ويقدروا يتواصلون معهم بلغتهم، يعلمونهم شنو الأشياء اللي لازم يسوونها. الله يعطيك العافية، حلو أنك تكلمت في هذه النقطة، فعلا هذه نقطة نحتاجها، أنه مو كل اللي موجودين عرب ولا كلهم قطريين على حسب أنه يقدروا يفهمونهم بلغتهم ويقدروا يوصلونهم المعلومة ويفهمون الخطر اللي احنا فيه. يعني عندنا متطوعين من جميع الجاليات اللي موجودة في قطر، الجاليات من كل الدول العربية الدول الأسيوية الحمد لله كلهم موجودين. الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا، وهذه بلادكم وأرضكم أكيد أرض الجميع وأرض جميع من يعيش عليها من الجاليات الوافدين اللي موجودين. الله كلهم يساعدون من بداية الأزمة، يعني القطريين المقيمين كل الجنسيات، حتى في ناس جايين زيارة يقولون نبي نتطوع. معاي الأخ بندر من متطوعين الهلال الأحمر القطري اللي موجودين مع الحملة. من متى ابتديتوا الحملة بندر؟ إحنا الله يسلمك بدينا في الحملة من يوم الأحد. نعم. بإرشادات التعليمات مع قادة الهلال الأحمر وبتنسيق معهم والصحة والجهات المعنية الله يجزاهم خير. بلشنا في الحملة. يعني أقل من أسبوع الحين. لا صار لنا يوم الأحد والاثنين أوف، ويوم الثلاثاء والأربعاء واليوم الخميس. وبإذن الله إن شاء الله يعني راح تصير الأسبوع الجاي حملة كبيرة إن شاء الله بحد المكانات العامة اللي تسمح فيها موافقات من الجهات المعنية. نعم. ومع القادة الله يجزاهم خير في الهلال الأحمر تنسيقوا معهم. الله يعطيكم العافية. العافية إن شاء الله. وهذا اللي جاي يصير كل الأشياء تبرح الدم كلها لأجل قطر، وإحنا متطوعين كلنا لأجل قطر. الله يعطيكم العافية. بس أنتم من قبل كنتوا حملات توعوية. كنا حملات توعوية تقريبا. نعم. من شهر 4 بادرنا فيها وباشرنا فيها حملات توعوية. كنا في الحملات التوعوية بلشنا فيها من شهر 4. نعم. أول أسبوع أول 10 أيام يعني فيها تعب وفيها مسؤولية وفيها من هذه، وبعد الحمد لله الناس كلها توعت والناس كلها عرفت الأمور هذه، والحين الشباب كلياتهم برشادات من قادة بين الهلال الأحمر بلشنا بالاحترازي اللي هو ندخل الجمعية بنشوف تطبيق الاحترازي. اللي ما عنده تطبيق على الترازي في ناس ترشد عن شو نزل تطبيق، وعلى الشيء هذا مستمرين وكله مشان التوعية وكل الشيء هذا اللي عجب هذا. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. الحين مستمرين اليوم بكرة بعد بيكون في عندكم ولا؟ بكرة للحين ما جتنا تعليمات من القادة. نعم. اليوم تبعين الهلال الأحمر مع تنسيق مع الجهات المعنية عشان بكرة، بس الأسبوع الجاي جاد يرتبون عشان تصير حملة مكان عام حسب التوجيهات التعليمات من عندهم. الله يعطيكم العافية. العافية. أكيد إن
بطريقة إنسانية جيدة، تفاهمت معه، رفعت روح المعنوية عنده، راح ينقل له هذه الإحساس أنه هو شلون يحب هذه الوطن ويتعاون فيه، بالعكس ويقدم خدمات له. فالله يعطيكم العافية. في ناس لحد الحين نقول لهم نزلوا احتراز، في عالم مو عارفين أهميته صراحة. في ناس يتفاجئون لما تقولون لهم حاطين، في عالم يتفاجئون ليش تبون في احتراز. يعني في عالم تخاف يقول لك ليش تبي احتراز، يعني تحس لحد الحين وضع لحد الحين ما استقبلوا الناس، ما استوعبوا، ما استوعبوا الموضوع لحد الحين. واكثر الناس تدريب في البيوت يطلعون عشان حاجاتهم، فجأة حصلونا في الجمعيات المواد الاستهلاكية الضرورية. انتوا ليش هني؟ شو تسوون؟ لا احنا ننبهكم، سووا كذا، سووا تبرعات. في عالم لحد الحين ما استوعبوا الموضوع، بعد ننبه العالم. الله يعطيكم العافية. الله. بصراحة عمل جدا قوي انكم تكونون موجودين في هذه الأماكن للتوعية، خصوصا الدائرة، نفس الدائرة اللي ذكرت وسط الدوحة، هذه دائرة فيها عدد كبير من الناس، يمكن ثقافتهم بعد تختلف. أيوة، وثقافتهم إيه؟ حتى المتطوعين عندنا ثقافات كذا. الأسبوع الجاي بس نأخذ موافقة من القادة الأمين الراعي الأحمر والجهات المعنية والتبعين إدارة الصحة العامة بمشفى حمد. نعم. مباشر الأسبوع الجاي بإذن الله في حملة تبرع في الدم في أجل الأمر. يعطيكم العافية وكلنا كمل بعض. الله يعطيكم العافية ويعطيكم الصحة في ميزان حسناتكم. إن شاء الله بيكون عندنا علم بالحملة هذه على أساس نكون وياكم وندعمكم بإذن الله بالإعلانات لإخبار الناس بمكان تواجدكم، واللي حاب إنه هو يسوي خير يتبرع بدمه بيكون وياكم. طبعا أنا في شيء أبي أقوله عن التبرع بالدم، هو من جهة أنه هو خير، ومن جهة ثانية أساساً فيه جانب لصحة الإنسان نفسه أنه يتبرع بالدم. أنا مش دكتورة أن أشرح هذه الموضوع، ولكن هذه الموضوع معروف عند الناس، فاللي حاب أنه هو يتبرع بالدم ينفع نفسه وينفع غيره راح يكون وياكم إن شاء الله في حملاتكم. إن شاء الله الحملة تكبر، إن شاء الله بإذن الله توضع الحملة هذه كلياتها تحت ارشادات وتعليمات من قادة المجال الاحمر والجهات المعنية مع اداره الصحه وطبعا بنك الدم الله يجزاهم الخير، وان شاء الله باذن الله. شيء في ناس يحسبون ان هالمرض هو اختراع مو بصحيح لانه ما شافوا، توعيهم نفس الوقت تخلي الكبار في السن لما والاطفال تخاف عليهم، توعيهم تقول لهم هاي غلط، لا البسوا كمام، قفازات، تباعدوا، احنا توعيه فقط لا غير. الله يعطيكم العافيه. وكم عددكم في كل مكان؟ تقريبا احنا في هالدائره انا صار ماسك اربع جمعيات، تقريبا العدد 28 شخص. 28 شخص في الاربع جمعيات؟ اي في اربع جمعيات. بس إننا متوزعين على شفتات، في دوامات عصر، في الصبح، في المساء، على حسب وقت الضغط والزحمة، على حسب الخفف الزحمة إن العالم ما يحتكون الضغط عشان الأمر. طيب شلون تشوف الناس مع برنامج احتراز حاليا؟ في ناس لحد الحين ما عرفوا أهميته، في عالم مش مستوعبين الوضع لحد الحين، في ناس لحد الحين لا نزل